خرجوا لي واحد 10 وكل واحد باش كيدير ضربني بالشفرة كل واحد باش عملوا لي تما الشهادة الطبية مستديم. تكرفصوا عليا حتى انا تكرفصوا عليا وكانوا معاه الدراري سكرانين. تعذبت على ولدي باش وصلت عند ولدي. انا الحق دابني ما نسمحش فيه. القصة ديالنا هي نهض بادي بركان واتحاد تفاونا عملت سبور تامن صدق ملي خرجنا قالنا خصكم تزيدوني 300 درهم باش ردكم صدق ملي خرجنا ما جبرناش جبرنا مشى فحال ملي مشى فحالو حنا بقينا تما كندورو بحال شي ما عندنا لا فلوس لا والو وحنا ماشيين وتعرضوا لنا المهم الدراري فاتوني شويه قلت انا اللوري خرجوا لي واحد 10 وكل واحد باش كيدير ضربني بالشفره كل واحد باش ضرب وشكا ضرب وشكا ضرب وتضربت من يدي العصبه ديال يدي تقطعت لي والعرق عملوا لي تما الشهاده الطبيه مستديمه ولحد الان باقي تما الدراري بحال خوتي هما اللي بقاو تما ما عندنا معاه والو هو 100% كان سكران والدراري قالوا مزيدوني فلوس ما بغا حنا ما عندناش حنا طلعنا فلوس على قد وصدق هو ما بغاش وهربنا ما اتصل بيا ما والو ما جا عندي ما والو كعيطين الدراري اخرين كيهدهم كيقولوا اذا عملتوا لي ديك لاريتو ولا شي حاجه راه انا ملكم وانا ملكم راه عندنا الاوديوز ديالو كيهد الدراري الديكلاراسيون باقي ما قمنا بها حتى انا تيجيو الدراري من وجده اللي باقي تما يجيو غدا ان شاء الله غنمشيو نديكلارو به الشهاده الطبيه ديالنا بكلشي الحمد لله. وبالنسبه لاداره اتحاد طنجة واش تواصلوا معاك واش اتصلوا بك باقي ما سمعنا حتى حاجه باقي ما قالوا لنا والو الحمد لله. وبالنسبه للمجموعات الجايه الكوليس اتصل بيا الاخ زوبير الله يرحمه والديه قال في الليل اجي عندي طلع لي ان شاء الله طلعنا احنا كنموتوا معاهم وكنضروا يدنا وهاديك كنموتوا هما ما كيموتش ما كيضحيوش معانا مال غير اللي يقول جاهم هي يضحيو معانا وخدموا معانا رجال. انا وليدي كيسا في الدار التليفون عيط عليا كنتكلم كيقولي انا البوليس قلت لهم مالكم قالوا لي ولدك هو في الطبيب داخل العمليه شبرتي انا كنقول لهم دوزوا لي ولدي كيدوز لي ولدي كنجبر بني غير يحمق بالبكي كيقول لي ماما ما تقولهاش ان بابا فيه السكر ما تقولها له شي انا ما قدرتش ما نقولش ان بابا ولا يمشي تكرفست تعذبت على ولدي باش وصلت عند ولدي مشيت جبرت ابني مكرفس جبرت ابني مكرفس تكرفص ابني تكرفصوا عليا حتى انا تكرفصوا عليا الله ياخذ فيهم الحق شكون اللي يخدم علينا احنا كارين شكون اللي غيخلصنا الكرة احنا بالدواء بجوج بينا انا وباه يعني انا ما نسمح لهم شي شفتهم مساكين شفتهم تلاقيت معاهم اللي بالحفا بالحفا واللي عريان عريان مسيبين ما واكلين ما شاربين سمح فيهم وجا في حالاته خلاهم علاش الناس جمعوا لهم وجمعنا لهم واخا انا مادكا كرفصة مسيبة في بلاد الناس تواجهت مع الناس هضرت مع الناس الله يكثر خيرهم جمعوا المساكين هبطوا من المحطة ركبوهم صيفطوهم جاو في حالاتهم جاو على وجدة راه هما باقين ماجين باقين ما وصلوش انا بيدي مريضة كنشرب الدواء الطونسيون عندي الطونسيون كنشرب الدواء ديالو الحمد لله الحمد لله انا حمدت الله وشكرته انا حمدت الله وشكرته على ولدي ملي بقى لي ولدي هذه واحد من نعمات الله سبحانه وتعالى انا بلا وليدي كيقول لي ماما نموت على الكره ونعيش على الكره كيتبعوا فيهم ما كيعرفوهم واش اللي ميت ولا حي ولا يعني عملوا شي حن هاد الشيء هذا ماشي اللي مات واللي يتضرب كيتضرب هذاك ما نسمحلوش انا ما نسمحلوش حتى غدا يوم القيامه وغادي نلحق له الحق ديالو سمح في الدراري سمح لي في ولدي هو السبب دو ولدي باش يجرى له هاد الحادثه هو السبب دو ولدي حيتاش هو سمح فيهم هو اللي سمح فيهم ولدي وما كلشي سمح فيهم ما كانش غيطرى هاد المشكل هذا تلاقيتو كانوا معاه الدراري سكرانين كانوا سكرانين الدراري معاه اللي جاب الدراري معاه كانوا سكرانين انا يشوفوا لي في ولدي وعملوا لي الحن ولدي انا ولدي تبعهم انا بني تبع الكره ما تبعش الكلام ديالي انا ودابا كنطلب منهم يشوفوا في ولدي ويشوفوا فيا وفي الاب ديالو انا الحق دابني ما نسمحش فيه ابدا الرحمن الرحيم ما نسمحش انا عندي قيني في الله سبحانه وتعالى ما عندي حتى شي واحد من غير الله
هذا ما كان.